حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح أتكلم عن الأبل ووتش. صار لي سنتين من شريت الأبل ووتش، وهذا الفيديو عبارة عن 5 أشياء أحبها في الأبل ووتش. رقم 1 وهي الإشعارات أو النوتيفيكيشنز. توصل لي نوتيفيكيشنز عن طريق الساعة، منو دق علي أو منو دز لي مسج مثلا وأنا قاعد أسوق السيارة، علشان ما أطلع تليفوني ويصير لي حادث وأنا قاعد أسوق، فعلى طول أشوف الساعة، الشخص هذا دز لي مسج، أعرف إني ما راح أرد عليه الحين، راح أرد عليه بعد ما أوصل المكان اللي أبيه علشان ما أستخدم تليفون وأنا قاعد أسوق السيارة. رقم 2 وهو ميكي ماوس على الواتش فيس. ميكي ماوس هو من الشخصيات اللي أنا أحبها وعزيز علي جدا، لأني أنا كنت أجمع مجلات ميكي الذهبية والفضية لما كنت في الابتدائي والمتوسط. كان عندي يعني يوصلون، لو حطهم يوصلون لهني من الأرض. شيء ثالث وهو الليذر ستراب الأسود اللي شريته من أيام شريت الساعة هذه وما بدلته، يعني جودته عالية جدا مع استخدامه، يحوشه ماي ويحوشه يعني غبار، وللحين شكلها كأنه جديد والساعة شكلها كأنها جديدة من استخدام سنتين، وهذا شيء وايد حبيته في جودة الساعة وجودة الجلد اللي مستخدمينه حق الساعة. رقم 4 وهو اني اقدر استخدم الساعة كريموت للكاميرا مالت الايفون. في بعض الاحيان انا اصور في الليل، معناته ان لازم اخلي الكاميرا تصور في مكان ثابت ولازم ما احوش الكاميرا، واقدر اصور فترة طويلة علشان اقدر اخذ اضاءة اكثر في الليل علشان ما يطلع عندي نويز. وفي استخدم برامج اللي هي تصوير الليل، ولازم ما تحوش الكاميرا، تكون مثبتة على ترايبود مثلا وتجي من بعيد وتطق تصور، وانت توقف متى تبي توقف التصوير، بعد 5 ثواني، بعد 10 ثواني، او حتى بعد دقيقة. رقم 5 وهو الصحة. الساعة تذكرني اني اقوم في فترات اللي اقعد فيها لساعات طويلة امام الكمبيوتر او على مكتب مثلا في الدوام، تاخذ لك مشية خفيفة وترجع تشتغل فيها امام الكمبيوتر. والشيء الثاني اللي احبه في الساعة انها تذكرني بين كذا ساعة اني اوقف كل شيء في يومي من استخدام الكمبيوتر او التليفون وتنفس لفترة دقيقة وبعدين تكمل مسار هذا اليوم. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، راح اسوي فيديو ثاني عن 5 أشياء اكرهها في الابل ووتش، يعني مو كل الاشياء فيها مدح لكن فيها ذم بعد. فنطروا الحلقة الجاية. اذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، واذا ما عجبكم سووا ديسلايك، سووا سبسكرايب، السبسكرايب وايد مهم علشان نكمل معكم مسيرة هذا البرنامج ونكمل نسوي فيديوهات افضل وافضل.